غادة عبد الرازق قالت أنها أثناء تقبيلك في الرئيس عمر حرب اندمجت خلال المشهد، فهل شعرت بذلك وما تعليقك على اللي قالته؟ قالت اندمجت بشكل كتير كبير أثناء هذا المشهد. كويس، هل لاحظت الاندماج؟ والله مش فاكر، والله والله ليه؟ علشان حقيقي مش فاكر يعني، وعلشان واحنا بن يعني واحنا بنصور هذا هو الخبر. ماشي تمام. واحنا بنصور او وانا بشتغل عموما يعني انا ببقى بركز في الدور وبركز في الشخصيه اللي بعملها. انا مش رايح اهرج ولا رايح العب ولا رايح اتدلع ولا رايح عشان احس والله يعني حاجه مش عارف شكلها عامل ازاي. مش هو ده. هي قالت ان هي اندمجت. اوكي تمام، يعني انت بتساليني انا حسيت بالاندماج. حسيت ده هذا الاندماج؟ لا ما حسيتش يعني ما حسيتش ان يعني حسيت ان هي عملت المشهد صح، عملت المشهد كويس زي ما هو مكتوب او زي ما المفروض ان هو يتعمل. فانا مش يعني بس ده وجهه نظر يعني.